بسم الله الرحمن الرحيم. تتواصل التحديات والانطلاقات، شوط جديد لا يقل عن الاشواط التي مضت. نتمنى التوفيق والسداد والنجاح لجميع المشاركين يا رب العالمين. شوطنا الثامن ينطلق بحفظ من الله ورعايته، يحمل التحديات، يحمل الامال والطموحات المشاركين المتنافسين على شرف الناموس. نسير مباشرة للتعرف على مقدمة شوط الطيارة، زاهر بن محمد بن حمد القحافي، من يفتتح إذاعة شوط، من ينطلق بشعاره مع الصدارة والبداية. بينما نسايم تأتي مع المستوى الثاني، حمد أو أسعد بن حميد بن محمد القحافي من ينطلق مع المستوى الثاني. المركز الثالث وصلت في هذه اللحظات وانطلقت بشعار ايضا غير مدون في كشف البيانات. بينما المركز الرابع تكريم حمود بن عبد الله بن شامس المحاربي من ينطلق مع ايضا المركز ايضا الرابع. بينما المركز الخامس وصلت في هذه اللحظات وانطلقت ايضا بشعار ليتقدم في هذه اللحظات ايضا والوسمية، زايد بن خليفة بن سعيد المسعودي. المركز السادس وصلت في هذه اللحظات وانطلقت ايضا في هذه اللحظات بشعار الشرود، سعيد بن علي بن سليم العمري لينطلق بانطلاقة ايضا بشعاره مميز. بينما سابع التحديات وصلت في هذه اللحظات لينطلق ايضا مذيار خميس بن سليم بن راشد ايضا ينطلق في هذه اللحظات بشعاره المميز. بينما ثامن المراكز وصلت في هذه اللحظات لينطلق ايضا رقوة بدر بن حمد بن سعيد القنيبي. تاسع الندى وصلت في هذه اللحظات لينطلق شواهين قاسم بن محمد بن مبارك السعدي. وعاشر المراكز راهي عبد الله بن سعيد بن محمد الغفيلي. هكذا هو النداء، هكذا هو المسار للاسماء المتقدمه، للاسماء الطامحه والباحثه. وما بعد هذه الاسماء اسماء واصله بكل قوه، ولكن لنا عوده مع المالكي، لنا عوده مع الحذره. زاهر بن حمد المالكي من يتقدم الاسماء، من يغير لهذا الموقع، من يطمح بالصدارة، من يمني النفس بانتزاع هذا الشوط. بينما المركز الثاني وصلت مذيار خميس بن سليم بن راشد العويسي من يتقدم بشعاره مع المركز الثاني. المركز الثالث الشرود سعيد بن علي بن سليم العمري. بينما رابع المراكز الوسمية زايد بن خليفة بن سعيد المسعودي. خامس التحديات رقوة بدر بن حمد بن سعيد القنيبي. بينما المركز السادس الطيارة ليأتي زاهر بن محمد بن حمد القحافي. بينما ثامن المراكز نسايم أسعد بن حميد بن محمد القحافي. لكن اعذروني عن بقية المراكز، اعذروني عن بقية الأسماء، بروح مع المركز الأول، بروح مع 1500 متر بوابة العبور. لمن الانتصار؟ لمن الناموس؟ لا زالت الحذرة وهي حذرة. زاهر بن حمد المالكي من يتقدم الأسماء، من يتقدم المشاركين، من يراقب المشاركين بعين الواحدة والعين الأخرى تراقب أيضا خط النهاية بكل ثبات. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه الحذرة تنطلق بانطلاقة أيضا المالكي. بينما المركز الثاني وصلت الشرود سعيد بن علي بن سليم العمري. وثالث المراكز وصلت في هذه اللحظة مذيار خميس بن سليم بن راشد العويسي. ورابع التحديات الشرود أو أيضا في هذا الشعار الوسمية زايد بن خليفة بن سعيد المسعودي. ولكن العرض الأخير 900 متر الأخيرة، 900 متر النهائية، قولة الأوامر، قولة التعليمات، حرك
يلي بالانتصار يلي بالناموس الحذرة طارت الحذرة والعصا قوس لا قالها شي ظاهر لا كلمها بعد تعرف المسار جيدا تعرف مسار الشوط ذا ظاهر بن حمد المالكي أصدر التعليمات بالاتجاه الصحيح لمعانقة الناموس لكن اللي واصل وصلت مذيار وصل العويسي وايضا وصلت الشرود سعيد بن علي بن سليم العمري واصل العمري واصل واصل بكل قوه عينه على الصداره عينه على الناموس عينه على الانتصار العمري واصل يا المالكي واصل بكل قوه ولكن الحذره الحذره زاهر بن حمد المالكي والعمري رقمت بالرقم واحد تبي هذا الانتصار لينطلق ايضا سعيد بن علي بن سليم العمري مع المركز الأول خطف الصدارة روح بالسلام روح مع الانتصار ما شاء الله عليك سعيد بن علي بن سليم العمري من اللي واصل سمحة يا سمحة سعود بن علي بن عامر القابري واصل القابري العمري واصل بكل قوة ولكن العمري العمري ولا القابري 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 ولا العمري لكن القابري ولا العمري يبدو بأن العمري هو المنتصر بشوطنا الثامن مع الشرود سعيد بن علي بن سليم العمري تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار ايضا ما قصرت سمحة سعود بن علي بن عامر القابري مع المركز الثاني تهانينا والناموس لمالك الشرود سعيد بن علي بن سليم العمري على هذا الفوز.